توجد دعامة خشبية في الأسفل. أيمكنك تسلقها؟ أيمكنني التعلق عليها؟ شاهد هذا. أنا أشاهد. أنا أخطأ. كما ترى حركة المعصم هي الأهم. دعني أرى. رأيت؟ ليس سيئا في المحاولة التالية. أرأيت ذلك؟ كالمحترفين. دورك. أين سنذهب بعد ذلك؟ يمكننا التأرجح عبر ذلك الفرع. بالتأكيد. فلنستبدل الأماكن. تسلق فوقي، قبضتاي قويتان. حسناً. حسناً، نحن إذن. من أول محاولة. توقف، لا أحد يحب المتباهين. حسناً، هيا يا نيثان، يمكنك النزول إلى أسفل والوصول إلي. أنا خلفك. حسناً. Sopravvissuto? Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore! Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Hasanan, najahna. كان ذلك الوغد يحمل سلاحا فتاكا. كان يجب إحضار أسلحة. سام، نحن لن نحتاج لأي أسلحة. أتمنى أن تكون محقا. برغم السنوات، فإن أكثر ما تفقده الأشياء الصغيرة. ها هي النافذة. حسنا، اقتربنا. سيتحمل هذا. هيا للأسفل. أوف، هذا الهبوط مؤلم أكثر مما كنت أتذكر. نعم، هذا صحيح. إذن اكتشافاتك المدهشة الأخرى التي لم أرها، هل التقطت بعض الصور لها؟ أتمنى. إلينا صورت بعضها، لكن فقدنا الكاميرا. هذا مؤسف. لكن لدي رسومات، سأريها لك عند عودتنا. لديك رسومات؟ هل تتباهى بها على باب الثلاجة؟ كلا، إنها رسومات دقيقة. أنا متشوق لها. يبدو هذا واعدا. أعتقد أنك تعني غير مستقر. أنت بخير هناك؟ نعم، أنا بخير.
سيكون مؤسفا لو فشلت الآن. بالتأكيد، لكني لا أفشل. حسنا. هاي نيثان، نيثان ماذا؟ حسنا. حسنا، أنت بخير؟ نعم، كيف أبدو؟ تبدو كمليونير، هيا بنا. سأتبعك في الحال. صالي، أتعرف ماذا أحب في الاحتفال مع المجرمين؟ ماذا؟ لا أحد يهتم بتدخينك في الداخل. مرت فترة. فترة طويلة. هل تذكر أخي الميت؟ فيكتور؟ غير معقول، 15 عاما. نعم، تسرني رؤيتك حيا. فلنبقيه حيا بالحصول على هذا الصليب. حسنا. نعم. بشأن ذلك، ماذا؟ ما الأمر؟ هيا سأريكما شيئا. انظرا، هذا صليب إيفري. أخرجوه من المخزن قبل وصولكما إلى هنا. غيروا الترتيب. تطلب هذا مبلغا كبيرا. متى سيبدأون في المزايدة؟ 10 أو 15 دقيقة. لابد من طريقة لنحصل عليه. هناك مشكلة بوجود مئات الشهود في المكان. حسناً حسناً، لكن نحتاج إلى مصدر إلهاء. مثلي أنا لا أعرف. لابد من وجود شيء. إن رأنا الحراس نقترب من ذلك الصليب. ماذا لو لم يرونا؟ كأنكما لم تدخل السجن على الإطلاق. إن كنت تريد القيام بشيء مرفوض فعليك انتظار إطفاء الأضواء. نعم. أين لوحة التوزيع الكهربائية؟ قنوات التهوية، الكهرباء، هذه هي في الأعلى. لنتسلق إلى هناك ونغلق الأضواء ونحصل على الصليب. سيكون هناك مولد احتياطي. هذا سيمنحنا بضع ثوان من الظلام للعمل. هذا يعني أن نوجد بجوار الصليب عند الإظلام. من المستحيل الاقتراب دون جذب الانتباه. سكوزاتي سينيور. أنتي باستي؟ مرحبا. لا أريد. أهلا، كيف حالك؟ تشاو. هل ركزت؟ النادل لن يجذب الانتباه. قد يفلح هذا. سيفلح هذا. حسناً، سأذهب لغرفة قاطع الطيار وأفصل الطاقة. أسأكون النادل؟ أنت أفضل نشال. توجه إلى الطابق الأرضي وراقب الجائزة وأعلمنا إن حدث أي شيء مريب. أعلم. حسناً، اسمع، الأمر بأيدينا. جاهزين؟ نعم. حسناً، اتبعاني، سندخل عبر القبو. يا فيكتور، كان الزمان رحيماً بك. شكراً، تفضل الطعام لدي. حقا؟ هل تمزح؟ تأكيد لا. ماذا تفعل؟ أراجع منافذ الخروج. سيصبح الأمر معقدا. اسمع، اهدأ. قمنا بعمليات أصعب. نعم أعرف هذا، لكني أحاول ألا أتخيل ماذا سيفعلون بنا إن أمسكونا. سام، إن ساءت الأمور فسنموت قبل أن يمسكوا بنا. هذا أمر مريح. نعم.
يتهربوا من هنا. هيا بنا. هذا المكان فاخر. بالطبع سيشغلون موسيقى أوروبية. المعذرة؟ أنا آسف. عذرا. المعذرة؟ أنا آسف. وصلنا. فلنفعل هذا. إنه مغلق. تباً كان مفتوحاً من قبل. ماذا الآن؟ يمكنك فتحه؟ لا، إنه إلكتروني. علينا البحث عن طريق آخر. أترى ذلك؟ المفتاح في الجيب الأيسر. نعم، سأتصرف. أوه، 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 أوه. أتريد فعل ذلك؟ الأعين تراقبك. أقدر على عملية نشل. حسناً،